طبعا طبعا نحن امام تطورات هالاسبوعين راح يكونوا كثير مهمين. نعم. على المستوى نحن الاقليمي امام والدولي اسبوعين مفصليين وفي ظل فينا نقول مفصليين راح يكون لهم اثر كبير على مش بس على لبنان، على المنطقه ولبنان على مستوى ايران. كل المعلومات تشير هلا ما بعرف ما في حدا بيقدر يجزم بس واضح ان اسرائيل تتجه الى القيام بعمل عسكري كبير ضد ايران كبير، هيك كل المعلومات، وتم تسريب هالمعلومات من قبل المخابرات الامريكيه شفتها. يعني وزاره الدفاع بس واليوم المسؤولين الاسرائيليين عم يحكوا عن ضربه عسكريه كبيره وحتى قد تطال هذه الضربه المنشات النوويه. بس مش على اساس الامريكيين حكيوا معهم وقالوا لهم انه ضربوا منشات عسكريه؟ نتنياهو عمل تصريح من يومين انه نحن نستمع لراي الاداره الامريكيه او للرئيس الامريكي لكن نفعل ما نريد. وهناك وجهة نظر داخل إسرائيل أن هذه هي اللحظة المناسبة من أجل ضرب المنشآت النووية الإيرانية. هذه وجهة نظر إسرائيلية اليوم، بيعتبروا أنه اليوم قدرنا ضربنا وجهنا ضربات قاسية لحلفاء إيران في المنطقة، حماس وحزب الله والحشد الشعبي واليمن، لذلك آن الأوان لتوجيه ضربة إلى الرأس الكبير في محور المقاومة وهو إيران. لذلك كل التقديرات، هذا ما في واحد يجزم، ما في واحد يحسم انه بكره او بعد بكره او جمعه الجاي، بس واضح ان الايام القادمه ولا في معلومات. هلا انا ما تاكدت منها انه بعض دول الخليج بدات تتخذ اجراءات وقائيه لاحتمال حصول ضرب للمنشاه النوويه في بوشهر، المنشاه النوويه الايرانيه، وتم توزيع بعض النصائح او التعليمات للسكان او المواطنين. هلا انا ما تاكدت في بعض الدول الخليجيه، لكن واضح اليوم انه في تخوف انه ان تطال هذه الضربه احدى المنشات النوويه الايرانيه، وهذا طبعا سينعكس على كل الخليج. نعم. هذا انه اي استهداف لمنشاه نوويه ما بيعود محصور بايران، ضررها على ايران. بس الضرر قصدي يعني ضرر المنشاه النوويه هو ضرر كبير جدا طبعاً وخطير طبعاً. وهو يعني من ال لذلك في تخوف كبير. خلينا انا عم بحكي انا الان طبعا ما بدي اقول انه هالشيء محسوم 100%، هذا مرتبط بالجانب العسكري. وبالمقابل ايران كمان عم تعلن انه اي ضربه عسكريه لها سيتم الرد عليها بشكل موازن، يعني نعم. اذا ضربوا منشات نوويه يمكن يصير في قصف لمفاعل ديمونا، نعم. اذا ضربوا منشات عسكريه سيتم قصف منشات عسكريه، اذا منشات نفطيه سيتم. من يومين مسؤولين بالمقاومة الإسلامية بالعراق كمان كانوا عم بيهددوا لضرب، لأنه كمان إسرائيل عم بتهدد ضرب منشآت نفطية بالعراق، وهذا يعني أننا سنكون أمام أيام غير عادية. بالموازاة واضح أن إسرائيل رغم يعني وصول المبعوث الأمريكي قبل يومين إلى لبنان كانت عم بتكثف غاراتها وعملياتها العسكرية بلبنان، لأنه كمان من شان تمنع في حال حصل ضربة على إيران ما يكون في رد فعل من حزب الله يوازي الفعل الإيراني. نحن أمام أيام صعبة حقيقة، إن شاء الله تنتهي على خير. يمكن بيقولوا ما بتصغر إلا تكبر، يمكن إذا إسرائيل تلقى الضربة من إيران تتغير المعادلة كلها، بانتظار الانتخابات الأمريكية، لأنه بعد الانتخابات سنكون أمام وضوح بالإدارة الأمريكية. مش بالضرورة الإدارة الجديدة ستكون أفضل من التي ستأتي، لكن على الأقل بصير الأمريكان عندهم وضوح إلى ما تتجه إليه. ولذلك يعني ما نشهده في الأيام القليلة الماضية وما نشهده اليوم في تهديدات لمدينة صور، نعم. أماكن كبيرة عم نشوفها بكل الأحوال على الهواء، ممكن يصير في قصف، ما بعرف إذا بدأ القصف على مدينة صور هلا ومناطق يعني حددوا مناطق صح. كبيرة حتى الأثار يمكن ومناطق الأثار يعني في مناطق سياحية وأثرية، يعني الناس هلا عم تتوجه إلى بعض الأماكن الدينية وبعض الأماكن الإنسانية، لكن العدو ما عم بيوفر أحد، يعني حتى الأماكن الصحية عم يستهدفها. وصور بال 2006 بتذكر تم تحييد مدينة صور صح، وكانت مركز لقوات الطوارئ الدولية، مركز للصحفيين. اليوم العدو الإسرائيلي ما عم يترك مكان إلا ما عم يستهدفه. نحن أمام أيام صعبة، وهذا مش من باب الواحد بلشوا الغارات تخويف، بل من باب أن يكون على حذر وانتباه لما سيحدث في الأيام القادمة. طيب. لكن بالأخير نحن ما عندنا خيار إلا المقاومة والصمود. يعني.